والشيطان يعطي بعض المنتجات وهي منتج زينة التفكير. وزينة التفكير إيش؟ مشاهد رآها في صور أو أناس يراهم كل يوم فيتعلق بهم من المرضي ونحوه، فإذا غاب عنها قال الشيطان دامه راح اللي انت تراه، إذا خذ الصورة، شفت، رأيت، ركزت، نظرت، كان كذا وذا. واللي ما يقطع الأفكار السوداوية التي هي نوع من الزنا يقطعها بذكر الله، بالهروب إلى أحبة الله يتقوى إيمانا بالوجود معهم، بقراءة القرآن، بالصلاة، باب ذنوب الخلوات. ومنها عشق المردان مثلا، تجد أنه لا زال مريض بنظره إلى الأمرد، فإذا نظر إلى الأمرد أطال النظر، فإذا ذهب عنه ابتدأ يتذكر الصور الخوالي والإرشيف الأسود، فلا زال يتذكر ويستدعي الأفكار السيئة التي هي في الأصل زنا عين، ولا زال يسترسل حتى يقع في الحرام، وحتى يظلم قلبه، وحتى لا يجد للحلال لذة. والشيطان يعطي بعض المنتجات وهي منتج زنا التفكير. وزنا التفكير إيش؟ مشاهد رآها في صور أو أناس يراهم كل يوم فيتعلق بهم من المرضي ونحوه، فإذا غاب عنها قال الشيطان دامه راح اللي انت تراه، إذا خذ الصورة، شفت، رأيت، ركزت، نظرت، كان كذا وذا. واللي ما يقطع الأفكار السوداوية التي هي نوع من الزنا يقطعها بذكر الله، بالهروب إلى أحبة الله يتقوى إيمانا بالوجود معهم، بقراءة القرآن، بالصلاة، إذا استرسلت، إذا استرسلت فسيظلم قلبك لا محالة. وكل واحد منا يعرف النافذة التي يدخل الشيطان عليه منها، ما حد مفاضح نفسه، لكن الله عليم بذات الصدور. أنت عارف أن هذا سبب، أنت تعرف أنك ما تصبر على جوال الآيفون والجالكسي، هذا ما تقدر تصبر تبعد عنه. كثير من اللي يقعون في الحرام ويدخلون في اليوتيوب الحرام، ترى إذا طلع من المكان تعبان نفسيا، ويروح مع أحبته ويذهب للمسجد، لكن يدري من يوم يقبل على الفراش ويسكر الباب الشيطان بيجي. في منتج جميل في السوق اسمه جوال أبو كشاف، 80 ريال، ليه ما تشتريه؟ الشيخ حد معه أبو كشاف الحين؟ اي نعم، في ناس هربوا للعفة، هربوا للعفة والتقى، وقطعوا كل شيء يمت إلى الشبكة العنكبوتية، خلوا لابتوب واحد في البيت إذا احتجته أنظره مع أخواني مع اللي حوله، لكن لا أخلو بالجوال. وكم إنسان خلا بالجوال فكان الشيطان ثالثهما، صحيح؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما خلا رجل بامرأة، الآن بعضهم ما خلا رجل بآيفون إلا والشيطان كان ثالثهما. وانت تعرف نفسك، بعض الناس الشيطان لا يدخل عليه قط، الله عاصمه من الدعاء والذكر، لكن انت تختلف عن ذاك، وكل واحد يعلم عن نفسه، فاحذر ان تؤتى من هذا الطريق. يعرف ان في المكان الفلاني يوجد انسان من يوم يدخل وقلبه مريض، ينظر ويسرق النظر ويسوي نفسه ما شافه، وهو مستلمه برقم وارد ويطلعه برقم صادر، مرض في قلبه، شهوة خفية، شهوة شيطانية. يا حبيبنا لا يعلمون الناس، والله ما يدرون، لكن والله ان وجهك مظلم، والله وانك بعيد عن الهداية، وان النظرات اللي تسرقها خائنة هذه طفت القرآن والسنة والخير منك ودهورت بك. يا مؤمن صارع هذه النظرة، جاهد نفسك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الجهاد من جهاد العين، وهذه من أسباب الانتكاسات والارتكاسات، فاحذر يا عبد الله.